أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. C'est une opportunité. Après, Inch'Allah, en tout cas, tu es le bienvenu ici à la mosquée. Nous allons avoir bientôt, là également, Ramadan. Et nous faisons beaucoup de choses. Inch'Allah. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم.